بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل حضراتكم. النهاردة حلقة مختلفة لأننا هنستعين فيها بقوة بالمقولة الشهيرة جدا واللي أنا ماشية بيها طول عمري، وأعتقد يعني معظمنا ماشيين بيها في كتير من أمور حياتنا، وهي اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. وفي كل أسئلة النهاردة هنستعين بصديق، أو بالتحديد صديقة، وأعتقد أنه بمجرد ظهورها على الشاشة كل اللي بيشوفوها هيعتبروها صديقة قريبة. أولا لأن تجربتها الشخصية هي مجموعة تجارب ممكن تحصل لأكتر من حد. فلو أنت أرملة في سن صغير تعرضتي لفقد زوجك الحبيب وسندك وظهرك في الدنيا، ولقيتي نفسك واقفة في الدنيا لوحدك بأطفال صغيرين ومطلوب منك تربي وتصرفي وتشتغلي، وانت ما كنتيش واخدة غير دور التربية بس، وباقي الأدوار رمية حملها على جوزك اللي كان متحمل المسؤولية بمنتهى الرجولة في الاحتواء وفي كل حاجة، وفجأة ما بقاش موجود في الدنيا. وأعتقد صاحبة التجربة النهاردة كانت من الستات المدللات اللي كل شغلتهم كانت يعني إيه الطبيخ والفرج على التلفزيون، وفجأة بقت في تحدي كبير، وبالذات إن هي لا تفقه أي شيء عن شغل جوزها، ومن ناحية تانية كانت من أصحاب الأوزان التقيلة والحركة التقيلة، وأصبحت مطالبة باحتواء 3 أطفال والجري بره وجوه عشان تشوف مصلحة البيت، والبيت ما يملش ولا يقع بعد ما كان مسنود على سند قوي وعمود مهم، وفجأة العمود ده ما بقاش موجود. هي الحقيقة تجربة ثرية بكل المقاييس ومش تقليدية، لأنه صاحبتها ما دفنتش نفسها زي ما ستات كتير ممكن تقع في الحفرة دي، إنها تهمل في دعم نفسها وروحها وتكتفي بالشقة فقط وتتناسى نفسها تماما. الحقيقة هي نفذت ما جاء في الحديث الشريف: إن لجسدك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه. هي ادت لولادها حقهم تلت ومتلت وخدت حقها، وماشيه بتطور من نفسها ومن روحها ومن عقلها بشكل كبير جدا. اولا خست واهتمت بمظهرها وصحتها، بتدرس في مجالات كتير وبتاخد كورسات لتنميه عقلها وامكانياتها، وما قالتش ولادي خلاص كبروا وانا اديت رسالتي فننام بقى ونكسل ونستسلم لوجع الركب وللسن اللي بياخد من أرواحنا وطاقتنا. بالعكس، كل سنة بتعدي بشوفها أكثر تفاعلا مع الدنيا وأكثر حضورا في اللي ينمي شخصيتها وكيانها. وعشان كده أنا زي ما قلتلكوا هي تجربة تستحق إنها تشارككم وتحمسكم. أماني السعداني مشرفاني بوجودك معايا أماني، وميرسي على الورد، جايبه لي الجنينة يا أماني، جنينة ورد حلو كده وجميل وكتير ومبهج، مش احلى منك يا بابا حبيبه قلبي. وبعدين اماني خوتاني كل شويه تتصل في البرنامج، تتصل قلت تعالي اقعدي بقى نقعد كل مره نتكلم ونحكي تجارب. الحقيقه تجارب ثريه جدا، في كل موضوع عندك فيه خبره، فقلت لا تعالي اقعدي بقى ونخلص منوراني اماني. الله يخليك يا حبيبتي. خلينا نبدا بأسوأ لقطة في القصة، اللقطة اللي جوزك توفى فيها. عندك 3 أطفال صغيرين، إخواته ماتوا ورا بعض، ودي حكيناها قبل كده في برنامج حياتنا، لكن ناس كتير أكيد ما سمعتش القصة. احكي لي عن القصة دي. والله دعاء القصة بتاعتي طبعا أكيد أنت عارفة هي غريبة من نوعها. 3 إخوات ماتوا في 19 يوم، ماتوا من غير عيا ولا أي حزنا على بعض. يعني 3 ماتوا حزنا على بعض. هم صعيدة وبيحبوا بعض جدا، انت عارفة الصعيدة دايما مترابطين جدا مع بعض وكده، فماتوا حزنا على بعض. سبحان الله. سبحان الله. أنا أحمد الله يرحمه كان مش جوزي بس، كان جوزي وصاحبي وحبيبي وابني وكل حاجة. يعني كان محتويني احتواء عمري ما هقدر أوصفه. وزي ما بقول لكل اللي حواليا، الحب مش بتقدري تتكلمي عنه بس بتحسيه. أحمد على كل اللي بتكلم عليه دوت ما كانش بيقعد يقول لي أنا بحبك وانا ما بقدرش اقعد من غير، ايوه وانت في الارض وربنا في السماء. ما كانش بيعرف يتكلم خالص. كان كلها تصرفات، حنيه في التعامل، صدق في المشاعر، تصرفاته كلها بتدل على انه بيحبني. كفايه انك كنت تخينه جدا جدا جدا، تخينه قوي قوي، وكان عمره ما حسسني بده. على فكره عمره ما حسسني ان انا تخينه. على فكره انا يعني من كتر ما هو ما كانش محسسني بالمشكله دي عندي،
بعد ما توفى ولقيت نفسي فعلا تخينه قوي، قلت انا مش عارفه ازاي هو كان مستحمل. وعمره عمره ما جرحني بكلمه وقال لي انت بطلي اكل او انت خالص خالص عمره. يعني هو كان بجميع المقاييس بصراحه ربنا كان انسان صادق جدا، صادق وراقي كمان وايه راقي جدا، راقي في مشاعره ومش بخيل عليا في مشاعره. بيحب بيته، بيحبني، بيحب اولاده. طيب. حصل والفقد يعني كان مؤلم جدا وحصل فجأة جدا. حسيت ساعتها ان عارفة حيطة كانت قدامي، الحيطة دي اتهدت، ولقيت طوفان في وشي كده، اتخضيت. اعمل ايه؟ احمد، احمد يعني اللي حواليا كلهم عارفين احمد بالنسبه لي ايه، اعمل ايه، صرف ازاي. يعني عندك ثلاث اولاد عنده عمرهم قد ايه كانوا؟ كان عندي امينه سنه، سلمى كان عندها كانت ثالثه ابتدائي، كريم كان في سته ابتدائي، يعني كان في خمسه ابتدائي. فصغيرين، بقيت ابص للولاد دول هعمل معاهم ايه، هعرف اكمل ازاي. مش هضحك عليكي، انا واحمد عايش كان هو السند بتاعي بعد ربنا، بس انا اللي كنت بعمل كل حاجه. بس بتعملي كل حاجه بمعنى ايه؟ بمعنى دروس، تمارين، مذاكره، كاي ام. انما كشغله كاداره العمل بتاعه ما تعرفيش عنه حاجه؟ ما اعرفش عنه حاجه ابدا. عايزه اقول لك ان احمد لما توفى الله يرحمه، والله انا ما كنت اعرف عنده، مش عنده كام فلوس، ما اعرفش في بنك ايه، ما اعرفش فلوسه في بنك ايه، ماليش دعوه. يعني ماليش دعوه بالحاجات ديت، يعني دي سياسه. ماليش دعوه بيها، دي ليا ان انا بيتي، اشوف ولادي، اشوف جوزي، اشوف الولاد، هو ده اهم حاجه عندي. فبصيت بقى للحاجات دي، ايه ده، اعمل ايه، اتصرف ازاي. فهي حاجه صعبه، بس يعني الحمد لله الاصحاب اللي حواليا ربنا يكرمهم يا رب. دايما ادور على الناس اللي تعمل لي سبورت، مش اقعد بقى ادور على حد تقعد تقول لي ده انت اترملتي وانت صغيره، ده انت الله يكون في عونك. لا، كنت ادور على الناس اللي تقويني. فطبعا اول واحده قابلتني وقالت لي الدعاء اللي هو اللهم اجرني في مصيبتي واخلف عليها خيرا منها. الحمد لله رب العالمين. على فكره الدعاء ده مش كلمتين كده بنقولهم، لا، دول كلمتين وبيجي وراهم الخير. بيجي وراهم الخير. اتقويت. حاجه حلوه قوي اتقالت لي، مفيش حاجه ربنا بيعملها الا من وراها حكمه. مش مهم نعرف الحكمه دي ايه على فكره، مش مهم، لكن في حكمه. الموت، موت جوزك وراه حكمه. ايوه، موت جوزك وراه حكمه. الحكمه دي مش مهم اعرفها دلوقتي، مش مهم اعرفها بعدين أوكي. ولا وانا عايشه. على فكره احنا لما بنيجي نمتحن وبيدوكي ورقه الاسئله، ما بيبقاش الاسئله والاجابه والنتيجه في نفس الوقت. في ورقه اسئله، في وقت الاجابه، سلمي ورقه الاجابه وبعدين في نتيجه. فانت ما تستعجليش، بس لازم يكون عندك في قلبك ثقه بالله ويقين ان ده ورا حكمه. جميل. فان انا ساعتها بصيت. طيب انت عايزين يعني ننط كده كام احداث. انت طبعا كنت تعبانه وزعلانه وكده، بس مطالبه انك تنزلي شغل جوزك، لانه اخواته حتى اللي كانوا شايفين شغله توفوا. فمطالبه انك تنزلي تشتغلي في حاجه انت ما كنتيش عارفاها. وزنك تقيل يا اماني، واماني كانت عريضه جدا وهي صوتها رقيق، وكانت تكلمنا في التليفون. اماني من المشاهدات بتوعنا من زمان، ايام الاي ار تي قبل ما نتحجب انا ودعاء عامر. وكنا يعني لطيفه جدا، كانت تكلمنا في التليفون وقالت مره هقابلكم في السندباد، فلما شفناها اتخضينا. كانت يعني هي صوتها رقيق خالص، ولقينا حجم كبير جدا. عملتي يعني تخطيتي موضوع الخسسان والشغل ده ازاي؟ صممت. هي دعاء ما فيش حد بيبقى عايز يعمل حاجة إلا لما بيعملها. المهم تبقي عايزة تعمليها. عايزة تعيشي يا حبيبتي هتعيشي، عايزة تدفني نفسك بالحياة هتدفني نفسك بالحياة. فأنا بقيت عايزة أعيش، بقيت عايزة أواجه الدنيا، بقيت عايزة أربي العيال دي. العيال دي ولاد أحمد، فدول جزء منه. إذا كنت أنا بحبه وحزينة عليه ومتضايقة ان هو سابني، في حتة منه اهي، ثلاث حتت منه، فلازم اقف واقوى وابقى قوية واربي العيال دي زي ما انا وهو كنا متفقين نربيهم، زي ما هو كان ناوي يعمل معاهم اربيهم. وبعدين
يعني اللي انا دايما بشوفه في الـ في الـ يعني انا حزنت مش ما حزنتش، حزنت على احمد الله يرحمه، لكن ما لبستش الحزن. حزينه، الحزن معايا دايما معايا، لكن مش لابساه. الحزن ده يعني بصي كمان في فرق ما بين الحزن والحسره. يعني احمد كان نعمه، نعمه معايا الحمد لله رب العالمين، كنت صاينه النعمه دي. فلما مات الله يرحمه حزنت بس ما اتحسرتش. اتحسر بعد الشر يعني، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا ما يوريها لحد. كنت اتحسرت لو ما كنتش بعامله كويس او ما كنتش صاينه النعمه دي. الحزن ممكن نعديه، الحسره ما تتعداش. فعشان كده دايما أو الندم، الندم كنت يعني مفيش حاجه مثلا اقول ايه يا ريتني لما قال كذا كنت رديت عليه كنت شايفه ان انت كنت عامله معاه الحمد لله كل واجبك بما يرضي الله. طيب يعني انت خسيتي واشتغلتي ونزلتي، فكره يا اماني انك بتعلمي لولادك، انما انت مهتميه بتطوير نفسك على طول. يعني انا بنزل اعوم مش عارفه ايام كذا وكذا وكذا ومشتركه في مكان فظيع يا دعاء وتعالي ونروح، وانا اقول اماني تعبانه انا مكسله تقولي لا ويلا ونعمل. انا رحت كورس فظيع بينمي الشخصيه اسمه all about me فظيع والدنيا وعملوا ايه يا اماني كل شويه انت في كل يوم في كورس، انا بقى عايزه احضر كورس كذا وكورس كذا وكورس. فكره انك تقعدي تشتغلي على نفسك دي، في ناس تقول لك طب ما انا اتفسح وانبسط وخلاص، يعني ايه فايده الحاجات دي وانت خلاص العيال اتربوا وكبروا وبيشتغلوا ما شاء الله واللي اتجوز واللي خلف كده، فليه؟ وبتفسح وبتفسح وبعمل كل حاجه على فكره. هو مش معنى ان انا انمي نفسي ان انا ما اتفسحش، لا بالعكس. بس انا قعدت مع نفسي قلت ايه، يعني الحمد لله قعدت كرست حياتي في الاول خالص للعيال والتربيه بتاعه الولاد والمذاكره بتاعه الولاد لغايه اما هم كبروا شويه، لقيت ان في وقت. اسوأ حاجه في الحزن ان انت تسيبي لنفسك وقت فاضي. انت اول ما بقى عندك وقت فاضي كل ما دماغك هتتملي حزن، والحزن ده هيأثر عليك وعلى صحتك وعلى بيتك وعلى اولادك. فلازم تملي الفراغ، نملاه بايه؟ نقعد بقى نروح نقعد في النادي ونقعد نتكلم على الناس؟ لا، ناخد بقى حاجات تنمي شخصيتك. الحمد لله الحمد لله اخدت كورسات كتير الحمد لله، كان اهمهم واللي غير حياتي فعلا في كورس اسمه اتس اول اباوت مي. مين اللي قال لي عليه؟ حد انت جبتيه عندك هنا في البرنامج، شفتها ولقيتها بتتكلم كلام حلو جدا. اسمها استاذه ايمان صبري. ايمان صبري صح. قعدت ابحث عنها وكده، كلامها رائع وجميل. الحاجات دي على فكره ممكن تكوني انت عارفاها، لكن لما بتسمعيها وبتدرسيها تعرفي ان انت ماشيه على التراك الصح، فبتأكدي عليها. رحت اخدت كورس لغه، زود اللغه بتاعتي. رحت اخدت كورس ميك اب. الله، المشكله والله. السباحة، أنا الحمد لله بفضل الله يعني من الحاجات اللي عادت بيا في حياتي وكده، واللي ساعتها بقيت أقول يا رب يا رب أنت اللي تقف جنبي يا رب. أمينة بنتي صغيرة جالها حاجة في عينيها نادرة مش موجودة، وقعدت أجري وأروح وأجي ومش عارفة إيه، وبكرم ربنا الحمد لله الحمد لله راحت الحمد لله. ما قعدتش بقى جنبها وقعدت اعيط وقعدت مش عارف ايه، لا الحمد لله رب العالمين ربنا رايد بده الحمد لله. من اثر بقى كده دي جالي مرض في العظم كده الحمد لله رب العالمين. مرض في العظم، مرض في العظم من كتر الزعل، من كتر الزعل، وان انا بقى عماله ومش شايفاه بقى يعني متألمه بس مش شايفاه. لغايه اما رحت للدكتور بعد بقى ما اطمنت على امين الحمد لله وكله تمام، قال لي انت عندك هو روماتويد، عندي روماتويد، وعلاجه في العوم، العوم في السباحه. مش عايزه اقول لك، بقيت اقول انا اسكندرانيه بحب المايه جدا جدا، عويمه سباحه بحب جدا، بس كنت قعدت فتره كبيره مش بعوم. فنزلت بقى بعوم، فلقيت ان الدنيا يعني انت وانت نازله في المايه كده انت بينتابك حاجه ايجابيه كده وروح ايجابيه جميله، بتعومي وبتتبسطي وبتخسي. طبعا. طيب خليني، وبتحافظي على صحتك. اخد ايه. خير، اهلا مساء النور، ازيك يا ايه؟ الحمد لله تمام. انا فتحت على فكره من نص يعني من نص الكلام، ف يعني ما تابعتش من الاول، بس انا عندي اختي زوجها توفى، لسه متوفي يعني حوالي 7 شهور بالظبط.
هي مش قادره تتجاوز خالص فكره انه توفى. وبقى عندها امراض عضويه شديده جدا. كل ما نروح لدكتور، اولا احنا قعدنا فتره طويله جدا بنروح لدكاتره هي بيشخصوا الحاجات على ان هي عضويه صرف، وده طبعا كان خطا، لان هي بعد شويه يعني بعد الرحله الطويله دي اكتشفنا ان هي حاجه نفسيه دي اساسها نفسي. هي صغيره، عندها كام سنه؟ 33 سنه. وعندها اولاد قد ايه؟ هي لسه عروسه، يعني هي بقى لها 3 سنين ونص بالظبط متجوزه. يا روحي. عندها بنت عندها سنتين ونص، وعندها لسه بيبي كانت لسه والداه بعد ما توفى. يعني هو ايه، توفى في حادثه ولا ايه؟ لا والله بتاع ربنا. بس هي الموضوع كان صعب جدا عليها، لان هو صغير، هو كمان صغير في السن. هو توفى وهي جنبه في العربيه على غفله، مره واحده كده خلصت كلام معاه، لقيت العربيه وقفت، كانت باصه من الشباك، بعدين بصيت له لقيته راح عند ربنا. يعني يا سبحان الله. طبعا الموضوع، طبعا حتى فكره ان هي تبقى معاه ويتوفاه الله على غفله، احنا طبعا عارفين ان الموضوع كبير. طبعا. بس هي مش عارفه تتخطاه، هي مش عارفه تتخطاه، وهي مش عايزه تقتنع ان هي رغم كل الدكتورز اللي احنا كشفنا عندهم، هي مثلا سمعها قرب يروح، مفيش اي حاجه، احنا رحنا لدكتور اكتر من دكتور انف واذن، قال يا جماعه ما عندهاش اي حاجه عضويه ملموسه، هي تعرضت لصدمه رهيبه، فهي مش عايزه تروح لدكتور نفساني. طب هي بتشتغل؟ هي بتشتغل؟ هي ما بتشتغلش، بس هي متعلمه جدا وعندها ماجستير في احد العلوم المحترمه يعني. طيب والولاد عندها اولاد قد ايه قلتي لي؟ عندها بنت عندها سنتين ونص، وعندها بيبي لسه مولود. طيب وهي يعني بتتعامل ازاي مع اولادها اللي محتاجينها دول، في يعني في اكتر احتياج ليها في الوقت ده؟ مفيش تعامل خالص، اختي تقريبا مش هنا. يا نهار ابيض. طيب انا بس عايزه حضرتك تقولي لها ان هي لازم تروح لدكتور نفسي، وانه ده مش عيب ومش غلط ومش حرام، ويعني والمرض النفسي عمره ما كان عيب، وخاصه ان هي تتعرض للفقد تقريبا. طبعًا. هو الفقد طبعا. طيب شكرا ليك يا آية، وهخلي أماني ترد عليكي. أخد سماح. ألو. أهلا يا سماح. أيوة ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله، منورين الدنيا بجد. الله يخليك يا سماح، اتفضلي. أنا بس الصوت واطي شوية، سامعة؟ احنا سامعينك كويس. أنت عندك قصة فقد يا سماح قريب؟ أنا هربلة. زوجي توفى من فترة. من قد ايه؟ معايا ولد وبنت. من 5 سنين بالظبط. جوزك اتوفى منين؟ من 5 سنين؟ وعندي ولد وبنت. وهم صغيرين، يعني هم صغيرين وانا حد صغير مش كبيره يعني برضه. يعني انا سني مش كبير. بس الموضوع صعب، يعني صعب المسؤوليه وصعب الفقد وصعب انك يعني تقبلي بالوضع الحالي. يعني انا صغيره وفي اتعرضت لمواقف كتير جدا بسبب ان انا حد صغير او حد عايز يرتبط بيا او الكلام ده. بس طبعا الموضوع بيبقى صعب، لان دايما فكره الارمله او اللي فقدت زوجها ان هو حتى احسن حد في الدنيا. فصعب جدا ان هي تجيب لاولادها ايا كان هو مين، فمش هيبقى ملاك او مش هيبقى باباهم. طيب انت تخطيتي الموضوع ده ازاي؟ يعني انت ما خليتيش برضو الحزن يقهرك او يضعفك او كده؟ لا بصي، انا يعني الحزن جوه القلب عمره ما بيتنسي. بس الحياه لازم تمشي. هي فعلا ما بتقفش. ايوه. ولو وقفتها بكآبه وبحزن فانا هأثر على ولادي. ايوه. وهأثر على الناس اللي حواليا وهأثر على نفسي. فأنا عندي مهمة، أنا ربنا كتب عليا الوضع ده، فأنا لا أنا راضية بيه والحمد لله على كل شيء، بس محتاجة إن أنا أضحك ومحتاجة إن أنا أتبسط ومحتاجة إن ولادي يشوفوني مبسوطة عشان أقدر أسعدهم. صحيح. ما أحسهمش بالفقد ده بالدرجة دي. صحيح. بس ربنا يقويكي، والمشوار لسه قدامك طويل، بس إحنا عندنا مادة خام، يعني عندنا واحدة شافت اللي أنتوا شفتوه بالظبط. أنا عايزاكي تعلقي على سماح وتردي على آية. آية يعني أختها
تقريبا شبه منهارة بقالها 7 شهور وبتقول لك في ديكلاين، يعني في بتنزل مش بتطلع او مش بتنسى، مع انه الانسان ده اكبر نعمة في الدنيا هي نسيان. صحيح الحزن بيفضل موجود بس كل ما ده بيقل برضه، فتنصحيها تقول لها ايه؟ والحزن مش بيقل يا دعاء، يعني خلي بالك ان الزوج لما بيكون موجود احنا بيعمل حاجات كويسه وبيعمل حاجات وحشه، لكن هو لما بيتوفى خلاص انت بتنسي الوحش وبيفضل الحلو موجود وبيكبر، فالحزن بيبقى موجود والحب اللي بيكبر، الحب بيكبر بس الحزن ما بيقلش. انا مش شايفه ان الحزن طيب بيقل. ما هي دي واحده بس الحزن بيكبر ومؤثر عليها ومموتها. ايه بقى؟ انا نصيحتي للي حواليها، هما دلوقتي اللي المفروض هما اللي ياخدوا بايديها، وعلى فكره مش عيب خالص ان هي تلجا لمتخصص. لازم يكون حد متخصص في الموضوع تقعد معاه، مش لازم يكون دكتور نفسي، ممكن يكون من بتوع اللايف كوتشنج، بيبقوا اقرب للنفس شويه، يعني بيعرفوا يتكلموا، بيعرفوا يطلعوا اللي جواكي. هي يعني طبعا الدكتور النفساني ما بقدرش انكر من طبعا، لكن اللايف كوتشنج ده بيعرف يوصل لك للي انت بتعاني منه بجد. فآية يعني هي سماح ردت على آية، يا آية بصي على اولادك واعرفي ان دول جزء منه، فانت لازم تهتمي بيهم عشانه. هي طبعا اللي هو توفى جنبها دي حاجه صعبه جدا جدا طبعا، بس لازم اللي حواليها ياخدوا بايديها وهي بعد كده. بس هما شكلهم بيحاولوا وهي رافضه، يعني اختها شكلها حواليها واضح ان هما واخدين بالهم من الولاد، لان هي كانها مش موجوده، بتقولك هي مش موجوده خلاص. فواضح ان هما بيعملوا ايه. الاقتراحات يا امين؟ يعني انا طبعا يعني نفسي ان ايه تبقى بتتفرج علينا واقول لها يا ايه ان ده قدر، وان ده مش هقدر اقول لك هتنسي والحياه هترجع زي الاول وكده، لان ده ما بيحصلش. انا عايزه اقول لك ان ده قضاء ربنا، وان ربنا رايد لك ده، لازم انت ترضي، لان دعاء لو ما رضيتش زي ما هي ما بيقولوا ان هي تعبانه، بعد الشر هتتعب اكتر واكتر واكتر. يا ريت يا ريت تشغل نفسها بولادها في الاول، ولادها صغيرين. انا على فكره احمد ميت الله يرحمه من 19 سنه من 19 سنه، وكنت ساعتها كنت صغيره صغيره قوي. فيا ايه في قصص حواليك كتير قوي، وانا اعرفهم اساسا انا شخصيا وبتكلم معاهم دايما، ان انت لو شغلتي نفسك وطلعتي نفسك من اللي انت فيه ده هتحسي باحساسات احلى كتير من اللي انت فيها، لان انت كده بعد الشر بعد الشر بعد الشر بتتعبي نفسك اكتر. يعني مش هيبقى حزن بس، هيبقى حزن وحاله مرضيه وعليكي مش لوحدك وعلى اولادك. بس في حاجه كمان انتوا متناسينها تماما، وهي ربنا محللها فكره انه يعني امكانيه ان الزوجه تتجوز تاني، وانه مش كل الرجاله هيبقوا وحشين، ومش كل الرجاله هيبقوا وحوش وهيجوا ينقضوا على الولاد. بالعكس احنا بنشوف، انا بشوف رجاله كبار يقول لك اللي رباني جوز امي بعد ما والدي توفى، انا ما شفتش ابويا، انا ما شفتش، ده مات وانا في اللفه، وامي اتجوزت راجل فاضل. ودي على فكره بسمعها كتير، فيعني اقصد انه دي مش نقطه لازم تتلغي، وانه ربنا ده شيء ربنا محلله. اذا كان في ستات او قوية وقدرت تواجه الدنيا لوحدها وشايفة فكرة، أنا دايما كنت أروح لأماني أقول لها أماني عمرك ما فكرتي؟ قالت لي لا أنا الموضوع ده ما فكرتش فيه، ولكن عدم تفكيرها فيه ما يلغيش أبدا الستات الفضليات اللي ممكن بيتجوزوا بيستعينوا برجالة تساعدهم على الحياة، إنه دي حاجة وحشة أو حاجة ما يصحش. بالعكس خالص على فكرة مش بنتناسى الموضوع ده خالص يا دعاء. بالعكس أنا بس أنا حالتي بمعطياتها ما كانش ينفع ان انا اتجوز، انا حالتي شخصيا، لكن في حالات كتير من السيدات الارامل لا حلها على فكره في الجواز. صحيح. يعني هي لو هي مش قادره تصرف على الولاد، مش قادره تتعايش من غير زوج، محتاجه يكون راجل جنبها، ليه لا؟ خالص.
صحيح. حتى سماح، يعني انت لسه صغيره يا سماح، وما يعني فكره سد الباب تماما دي انا مش معاها، وشايفه انه من حقك وربنا احللك القصه دي، وانه لو ظهر لك حد محترم ومتدين وشايفه انه حنين، ممكن تبقى دي هديه ربنا ليكي وتعويض ربنا ليكي عن سنين الغلب او التعب النفسي اللي بس تختار اللي هي شافتها. صحيح. هاله. ايوه اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيك، ازيك يا تعال؟ الحمد لله تمام. بصي انا الحمد لله انا ما عنديش يعني تجربه ولا اي حاجه، بس انا عايزه اقول لك انك احسنتي الاختيار الشخصيه اللي تطلع معاكي في البرنامج في الحلقه دي. الله يخليك. امانيا اصلها انا مش عايزه اقول لك، هي بس مش بتدلع نفسها، هي بتدلع كل اصحابها. انت صاحبتها بقى يا هالة. هالة مين بقى؟ انت صاحبتك؟ هالة مين؟ هالة اللي في شارع الخنيق. ساكنه جنبي. ايوه اوكي، احكي لي بقى. يعني هي اصلا مبهجه وبتبص بهجه، كفايه الورد الجنينه اللي بصي جايه لي داخله عليا كده، ايه الحلاوه؟ يعني هي على طول كده، هي على طول بتطلع طاقه ايجابيه للناس اللي حواليها، ومفيش مكان حلو اروحه. هي اماني. انا طبعا مفيش مكان اروحه حلو غير ولاي اماني قاعده بالعيله. ايه ده انت هنا على لازم، ومين غيرك يعني؟ لا والله ما شاء الله هي جميلة، وحتى لما بنبقى مثلا كل حد فينا عنده مشكلة وبيكتب على الجروبات أنا عندي مشكلة أو حاجة، بتلاقيه بتطلع مفردات كلمات غريبة جدا تخليكي أنت لسه في المشكلة، بس طلعتي بره المود بشكل غريب قوي، لسه عايشة أنت جوه مشكلتك وكده، بس في حاجة كده حسستك هي بلسم. صحيح. بالراحة. صحيح. وأنا أوقات كتير جدا أكلمها وأقول يا أماني أنا اتعصبت عليها، تقول لي والله انا كنت كده، ولا انت يا اماني. شكرا لك يا هاله وعلى مداخلتك الجميله. فكره كمان انه الولاد وضغط الولاد والعيال والصبيان وكده متعبين وكده، فانا متخيله انه اماني البيت السعيد على طول، بيضحكوا كلهم، بيخرجوا كلهم مبسوطين. قالت لي لا والله ده انا كنت بعض العيال. فعلا والله. الله، هو ده انت طلعتي طبيعيه زينا؟ قلت لها يعني الغاز. قالت لي ده انا ياما بس هديت ورقت، وانه احنا كلنا كامهات عادي يعني حاسسين ان الحياه طبيعيه. عرفت انها مش جايبه ثمنها، انت بتتنرفزي وبتطلعي بتتنرفزي على الولاد. والعلاقه ما بينك وما بين الولاد بتسوء. وكده. طب وعلى ايه؟ نهدى ونعرف ايه المشكله. على فكره انا يعني عديت عليا مشاكل جامده جدا يا دعاء. انا ولادي ما شاء الله الحمد لله دلوقتي كريمه اهو 30 سنه، وسلمى 27 سنه، وامينه 18 سنه 19 سنه عشان بتزعل 19 سنه بتزعل. بكره تزعل لما نزود. يعني ما شاء الله الله هو اكبر. يعني حاجات كتير جدا عدت عليا ومشاكل، بقيت اقول يا ربي ازاي انا خلاص مش هعرف اتصرف. انا مش اتصرف. اهدى. طيب وايه رايك في الراي اللي دايما يقول انه الولاد محتاجين راجل يخافوا منه، محتاجين راجل يبقى موجود يعني في باك اب، في حد تقول لهم طب هقول لباباك؟ كنت بتتصرفي في القصه دي ازاي؟ منعت اي حد يتدخل في تربيه ولادي تماما. فعلا انا عارفه احمد الله يرحمه كان عايز يربيهم ازاي. انا وقفت ربيت. انا ماما يعني ما دخلتيش خال او جد او خالص. او ربنا يخليه ليا خاله خالهم وعمهم الحمد لله ما بيبخلوش عليا بحاجه. خالص مفيش مره طلبتهم في حاجه وقالوا لي لا، لكن في تربيه الولاد انا اللي حاطه اسس لتربيه ولادي، انا اللي ماشيه عليها. انا اللي عايزه اوصلهم لحاجه معينه كنا متفقين عليها انا واحمد الله يرحمه. فمش انا ساعات اقعد اقول والله العظيم يا دعاء، والله انا ساعات اقعد اقول ايه، الحمد لله الحمد لله احمد لما توفى كان بنفس كم الحب اللي انا حبيته ده، لان هو ده اللي معيشني دلوقتي. انا اللي حواليا كلهم كتير ناس متغيره، يعني علاقات تلاقيها علاقات كتير جدا متجوزين وكده، العلاقات اتغيرت. فكنت بقول دايما اقعد اقول يعني لو قعدت متجوزه لغايه دلوقتي وكان احمد لغايه دلوقتي عايش كانت العلاقة هتبقى متغيرة. فقلت الحمد لله ان احنا العشر سنين اللي قعدناهم مع بعض لغاية ما توفى كانت العلاقة زي ما هي. انا عايشة بالحب ده. انا زي ما هيلا بتقول وكده، انا بجد سعادة في ان انا اطلع الناس من همومها. صحيح.
لان انا الحمد لله لقيت ناس وقفت جنبي طلعتني من اللي وعلى فكره دي بتدي سعاده داخليه جدا. يعني يوم ما حد يجي يقول لي مثلا احنا انا كنت متخانقه مع اخويا وبالفيديو بتاعك بتاع الاخوات انا صالحت اخويا، دي بتدي سعاده طبعاً. رهيبه، مش يعني مش عشان انا يعني انك ساعدتي حد انه يتخطى مشكلته. اماني الفقره بتاعتنا خلصت، بس الحقيقه انا طلعت يعني من الموضوع بكلمه واحده، انه قلبها مليان حب، وانه الحب مدلدق على اصحابها وعلى اخواتها وعلى جيرانها وعلى اولادها، وانه هي بتتعامل حتى في عز الحزن وفي عز الزعل بحب كبير، والحب ده عمره يعني ما يعني خلاص، هي ماليه القلب بكميه حب كتير، مش مدي اي بيدي كوع لاي كره او اي زعل او اي حاجه بيطلعه بره على طول. بشكرك اماني السعداني، نورتي. انا عايزه اقول حاجه بس يا دعاء بسرعه. اهم حاجه ان الواحد ساعه ما يكون حاسس بان هو متضايق وحزين لازم يرجع لربنا. اهم حاجه في الموضوع الرجوع لربنا والرضا، تحسي بالرضا. الرضا ده بيخليكي غصب عنك تبقي بتطلعي لقدام. جميل، ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا اماني، شكرا جزيلا، نورتيني. بشكركم مشاهدينا، بعد الفاصل فقره طبيه مسجله، واشوفكم على خير في الحلقه الجايه. السلام عليكم. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. جمله قلبي بيوجعني ساعات بنقولها مجازا وساعات بتبقى حقيقه. القلب بيتعب من كتر الحمل والضغط عليه. اكتر حاجه بتعمل حمل على القلب هو الوزن الزايد. النهارده هنتكلم ازاي نتخلص من الوزن الزايد، السمنه، المراحل اللي ممكن تؤدي ان الواحد حتى وهو قاعد ما بيعملش اي مجهود بينهج او ضربات قلبه تزيد، كل ده بسبب السمنه. انا بيشرفني دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله، والحاصل على دبلومه التغذيه والتخسيس من الجامعه الامريكيه، وعضو الجمعيه الكنديه للامراض السمنه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا دعاء، واهلا بكل الساده المشاهدين اللي عايزين يخسوا معانا. طيب احنا عندنا مشكله انه اول حاجه بتتاثر من الوزن الزايد هو القلب وضربات القلب والشرايين وكل الحاجات دي. اي دهون يعني بتبقى عارفه طريقها، قلب، كبد، يعني المناطق المهمه جدا في الجسم بتتاثر. فهل في دهون مثلا لا ممكن تسيب القلب في حاله، ولا كل الامراض السمنه بتؤثر على القلب؟ بصي، هي كانت مفاجاه كبيره جدا للعالم من 3 ايام لما نشرت منظمه الصحه العالميه على موقعها الرسمي وقالت ان عدد المرضى على مستوى العالم اللي عندهم ضغط بيساوي 1,100,000,000 ده على مستوى العالم. الأخطر من كده إن كل 5 أشخاص عندهم الضغط في 4 مش قادرين يظبطوا معدل ضغط الدم في الجسم. الأخطر من كده كمان إن 4 اللي مش قادرين يظبطوا ضغط دمهم كان السبب الرئيسي فيهم هو زيادة الوزن. الناس عندها دهون وزنها زايد بشكل كبير جدا. مفيش شك ان كل ما الواحد وزنه بيزيد بيبقى معدل اصابته بالكوليسترول اكتر، وبتبقى مخاطر ان يحصل له انسداد في الاوعيه والشرايين اكتر. خلينا نبسط لكل الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا دلوقتي ايه اللي بيتم جوه جسمنا لما يبقى فيه نسبه كوليسترول عاليه. تمام. اول حاجه لو هنجيب خرطوم الميه العادي اللي احنا كلنا عارفينه، ايوه، والدهون اللي جوه جسمنا بتمشي في هذا الخرطوم. والخرطوم ده هو الوريد بتاعنا. احنا عارفين ان القلب عضله وطلع منه اورده وطلع منه شرايين. المشكله الدهون ديت في منها بيبقى كثيف في الوزن وفي منه قليل في كثافه الوزن، ويبتدي ان هو يترسب على جانب الخرطوم اللي هو بتاع الميه اللي احنا ممكن نشوفه بالعين المجرده. كل ما بيترسب بيعمل طبقه فوق طبقه فوق طبقه، بيوصل للمريض في ان هيحصل انسداد في الاوعيه، انسداد في الشرايين. فانت المثل بتاع الخرطوم ده لطيف جدا، انه جدا خلاص يعني يوضح لكل المشاهدين. لا يعني تنفع تدرس بيولوجي للولاد في ثانوي. لا قربت المثل بشكل كبير. ففكره انه في ناس بقى مش عارفه تتحكم في موضوع السمنه ده،
بالنسبه لها ده اصعب حاجه في الدنيا، بالنسبه لها دي الحاجه اللي مش عارفه تعملها طول عمرها. صحيح. وفي ناس بتعدي الأربعين وبتعدي الخمسين وكل يعني ما بتكبر كل ما الياس بيحيطها. لا هو معروف ان الواحد كل ما بيكبر في السن معدل حرق الدهون في الجسم بيقل، طاقته كمان في الحركه بتاعته بتقل، اكلات ونظامه الغذائي بيزيد، فبالتالي بتلاقي كل ما انت بتكبر 10 سنين معدل اصابتك بزياده الوزن بيبقى اكتر، فتلاقي أيوة الواحد. بس هل معدل خسسانه لو بدا بيقل؟ يعني ايه معدل خسسانه؟ يعني ممكن نعقده ونقول له ما انت كبرت بقى مش هتنفع تخس؟ لا خالص، في اي عمر ان شاء الله يكون حد عنده 70 80 سنه لو عايز تخس هتقدر تخس. عشان كده واحنا دلوقتي داخلين حتى في فصل الشتاء، الناس كلها بتدور على الحاجه السخنه اللي تاكلها طبعا. اكلات كتيره بالليل، ودي كانت شكوى الحقيقه الفتره دي كلها، يقول لك انا باجي بالليل خلاص مش قادر لازم اكل. فابتدى على مستوى العالم كله النهارده بيدوروا على ايه، حاجه طبيعيه وفي نفس الوقت ابتدي ان انا اسد الشهيه. تمام. كان زمان كانوا بيدوا حاجات تشتغل على مركز في المخ علشان يسد الشهيه، الحاجات دي على مستوى العالم كلها اتمنعت. خلاص ما عادش فيه منها. وابتدى الاتجاه العالمي دلوقتي ناحيه الفايبرز، الالياف الطبيعيه. ايوه. اللي هو انا هدي لك حاجه طبيعيه 100% وفي نفس الوقت انا هسد لك النفس. طب هسد النفس عن طريق ان انا املى لك المعده. هلاقي معدتي كلها اتملت بالالياف الطبيعيه اللي انا باخدها، وبالتالي مش هقدر ان انا يبقى عندي مساحه تانية ان انا ممكن ان انا اكل. علشان كده بقوا في حتى تعبير دارج في مصر وفي الوطن العربي كله، يقول لك ان الالياف الطبيعيه دي هي بالون المعده الطبيعي. انا هعمل لك بالون المعده بدل العمليه بتاعت البالونه. هي بتتعمل 6 شهور وتتشال. لا انا هعملها لك اللي هي بالفايبرز، ان انا املى لك المعده، تبقى وظيفتي ان انا بملى المعده بتاعتك عن طريق الالياف الطبيعيه. طب خلينا نشوف شكل الالياف الطبيعيه لما بتنزل المعده، التكنيك بتاعها بيبقى عامل ازاي، حضرتك يا ريت تشرحه لنا. طيب احنا طبعا يعني عارفين ان الالياف الطبيعيه موجوده في حاجات كثيره جدا من نباتات وفواكه. احنا دلوقتي دي حبيبات الالياف اهيت ابتدت انها تخش جوه المعده، ومع الشرب الميه بتبتدي انها تزيد في الحجم بتاعها لغايه لما بتاخد شكل او محيط هنا، وبيبتدي اول ما المعده بتتملي بيبقى فيها زي حساسات زي بتاعت العربيه كده، بتبتدي تنقل اشارات للجهاز العصبي تقول له انا خلاص شبعت، فتبتدي تحس ان انت شبعت مش عايز تاكل تاني. اي زي ما احنا شايفين كده ابتدت يحصل عمليه الميتابوليزم بعد فتره للالياف الطبيعيه، انها بعد كده بتقعد من 6 لـ 8 ساعات جوه جسمنا، فبتبتدي انها تتكسر وتاخد الدهون اللي اتكسرت معاها، وتاخد كمان لو في شوائب او سموم جوه جسمنا نتيجه الاكلات الخاطئه او نتيجه ان الجسم بيكون في حاجه اسمها فري راديكال بياخدها كمان يخرجها بره الجسم. تمام. طيب في ناس تقول لك ايه، طيب فرقت ايه عن الرده؟ فرقت ايه عن انه انا مثلا اجيب حاجه طبيعيه، يعني خميره رده، في وصفات بلدي كده لطيفه على الانترنت موجوده يقول لك اشرب خميره اشرب رده، فرقت ايه عنه؟ طب عشان بس الخميره لو حد بيتفرج على الخميره بتتخن، عشان لو حد افتكر ان هو ممكن ياخد خميره ويخس، لا هتتخن. بالنسبه للرده، الرده حلوه مفيده بتخسس، بس مشكلتها حاجتين. اول حاجه ما بتفضلش في الجسم فتره طويله. ايوه. فبتتهضم بسرعه جدا، وبالتالي هترجع تاني تحس ان انت جعان وعايز تاكل. مع الالياف الفايبرز لا، انت هتقعد معاها من 6 لـ 8 ساعات انت شبعان. ايوه. ودي اول طريقه للرشاقه. انا خلاص انا بقيت شبعان فمش عايز اكل تاني. طبعا. الحاجه المهمه قوي هي مشكله قوي الناس ان هم بيجوعوا في الرجيم، دي مشكلتهم المشكله الكبيره، انه لما بيعمل رجيم يقول لك نص رغيف وبيضه وبعدين ربع فرخه وسلطه ومعلقتين رز، فبيجوع عايز يقرقد مش قادر، فعايز ياكل اي حاجه في وشه. فيعني فدي بديل لفكره الرمرمه او فكره انه جعان وعايز ياكل. بص هو رجيم معناها نظام. يعني حتى معناها لو دخلنا على جوجل ترانزيت وترجمنا الكلمه معناها نظام، فانا بحط نظام، مش معناها ان انا احرم نفسي او مش معناها ان انا اعمل نظام قاسي لنفسي. مش معناها ان انا افضل فترات طويله او ساعات طويله او من غير اكل. انا كده بضر نفسي ما بنفعش نفسي. معنى نظام ان انا هاكل كل حاجه محتاجها جسمي بس بنظام. الحاجه الثانيه، كل جسم مننا عدد كيلواته بتحتاج سعرات حراريه. ببساطه شديده جدا، كل كيلو من جسمك كل كيلو من جسمك بيحتاج 20 سعر حراري. تمام.
فمثلا لو انا عايز جسمي يكون 80 كيلو هضرب ال 20 في ال 80، فانا محتاج على مدار يومي اخد 1600 سعر حراري. ايوه. طب لو خدت اكتر من 1600 هيعمل لي دهون. فلو اي حد بيفكر ان هو يخس ممكن يحسبها بالطريقه السهله البسيطه دي. انا عايز اوصل لوزن 70 او 80 بضرب في 20، يبقى ده عدد السعرات الحراريه اللي انا المفروض اخدها. تمام. انا النهارده لما بنيجي نقول ليه العالم كله متجه للفايبرز او متجه للالياف الطبيعيه، اولا لانها طريقه سهله جدا. يعني طريقه الاستخدام بتاعها يعني تكاد تكون من اسهل 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 الطرق اللي ممكن ان احنا ناخدها واحنا بنمشي في نظامنا الغذائي. كيس عباره عن باودر بحطه على نص كوبايه ميه وابتدي اقلبه لفتره دقيقه او دقيقتين. اوكي، نشوف طريقه عمل ال هي دي. احنا يعني فكرنا نعمل تجربه، وحتى ممكن الساده المشاهدين اللي عندهم الالياف او الفايبرز اشتروها يقدروا يعملوها. كوبايتين، كوبايه هتبقى على ايدينا اليمين دي اللي احنا هنجهز فيها الفايبر اللي احنا هناكله، كوبايه على ايدينا الشمال احنا حطينا في الاول طبقه زيت فوق الميه وفتحنا الكيس بتاع الفايبرز الالياف الطبيعيه زي ما احنا شايفين هي باودر وحطيناها فوق الزيت ده على ايدينا الشمال. على ايدينا اليمين شايفين الكوبايه حطينا عليها الفايبرز وابتدينا هنقلب من دقيقه لدقيقتين. تمام. احنا بعد دقيقه ودقيقتين هنلاقي ان ايدينا اليمين اللي هي الكوبايه اللي عندنا اليمين ابتدت تبقى متجانسه، خدت شكل الجيل. حتى لو فكرنا ان احنا نقلب الكوبايه هنلاقي الكوبايه ما بينزلش المحتوى اللي موجود فيها وبنقدر ناكله بالمعلقه. وهنا ينفع بقى ينفع اقطع موز فيها؟ ينفع كده؟ لا، ده انا هقول لك على طريقه ثانيه اسهل بكتير كمان من الطريقه حتى للساده المشاهدين شايفينها. احنا ممكن مباشره الباودر نحطه على الميه ويعني كميه ميه صغيره ونشربه مباشره ان هو لسه ساير. مش لازم يعني يبقى مش لازم يبقى موجود بالشكل المتجانس او موجود الجيل. احنا بس بنودي للساده المشاهدين لحته ان انت جوه معدتك هيحصل كده. يعني جوه معدتك الفايبرز او الالياف الطبيعيه هتبقى في شكل الجيل، ومع شرب الميه لما بتشرب لتر او 2 لتر ميه بيبتدي ان هو ياخد شكل المعده او بالون المعده الجديد زي ما احنا بنقول. طيب. من خلال حاجه طبيعيه او فايبرز. طيب هنا بقى الكوبايه الثانيه اللي على الشمال. الشمال زيت، طبقه زيت وفوقيها الفايبرز. فانت شايفه ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ بيبتدي الزيت مسك في الفايبرز وابتدي خده معاه ونزل لتحت في قاع الكوبايه. فحاجه كده ماجيك، يعني سحر النهارده الناس اللي بيتفرجوا علينا. انت النهارده الدهون اللي في جسمك هتطلع بره جسمك كمان عند تناول الالياف الطبيعيه. هتلفها الفايبرز، هتلفها وتاخدها. الناس ممكن تقول لك هناكل بطاطس مقليه بقى وبطاطس محمره وكده. مالها البطاطس؟ انا بحب البطاطس محمره ومقليه. فالفايبر هياخد الزيوت اللي فيها وينزل. فاتن. الو. الو، اهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي. اتفضلي. معلش علي صوتك شويه. ايوه ايوه. حضرتك استعملتي الالياف؟ ايوه استعملتها. صوتك بعيد. حضرتك استعملتي الالياف؟ ايوه استعملتها حضرتك. كان وزنك قد ايه؟ كان 100 كيلو. 100؟ وبقالك قد ايه بتستعمليها؟ 25 يوم كده. طيب نزلتي قد ايه بقى؟ 7 كيلو. بقيت 93 يعني، لسه وزنه نفس النهارده. 7 كيلو في 25 يوم؟ ايوه. كنت بتاكلي معاها ايه؟ لا الاكل والله العادي، بس اكل بسيط جدا يعني. يعني هي قللت نهمك للاكل. ايوه. انت كنت اكيله؟ ده مش قوي والله. بس هي القعده بقى اللي خلتني كده. الايه؟ القعده هي اللي خلتني كده. القعده ما بتتحركيش. طيب يعني انت ما منعتيش اي حاجه من الاكل؟ لا، ما بس الاكل قل جدا يعني، بس ما بقاش ليا نفس الاكل. الكميات قلت. بتاخدي الفايبرز دي مرتين في اليوم ولا مره؟ مرتين. لا مرتين. الساعه كام والساعه كام؟ والله الساعه 4 كده. وقبل العشاء يعني بتعشاش يعني، اول لما بتبقى كده بتبقى كذا. حد يكلمني يقول لي باخدها وما بتعشاش. ده حقيقي. طيب انت مواظبه عليها 25 يوم بالظبط كده. عايزه تخسي قد ايه يا فاتن؟ والله انا نفسي اكون 70 كيلو. 70 كيلو. والله انا شايفه 25 يوم 7 كيلو. 70 كيلو ايه؟ وزن مودلز. انا شايفه ان انت خسيتي 7 كيلو في 25 يوم ده. بس انا الاسبوع الاولاني ما حسيتش في الميزان، بس لكن في اللبس لا، نزلت 3 كيلو بس ما حسيتش بيهم في اللبس خالص. ما حسيتيش في اللبس. 3 كيلو كانوا ميه بقى تقريبا يا دكتور؟ بيبقى ميه زياده في ال
طيب شكرا ليك يا فاتن، وان شاء الله نكلمك مره تانية تكوني خسيتي بقى 25 كيلو كمان. طبعا 7 كيلو في 25 يوم ده ريكورد حلو جدا. المفروض الشهر يبقى فيه تخس كام كيلو؟ احنا دايما بنقول للشهر متوسط 6، بس طبعا يعني مع اختلاف كل واحد وحركته، مع اختلاف طبيعه شغله، وزنه، سنه، ميل ولا فيميل، كل ده ممكن ان هو يزود معاه 6 كيلو، ممكن يوصلوا 10 و12، في ناس توصل ارقام اكتر من كده، وفي ناس توصل ارقام ممكن تكون نارو ل 5 كيلو على حسب كل واحد وحالته، بس دايما بنقول في المتوسط 6 كيلو، وده المتوسط العالمي بتاع القاس الوزن على مستوى العالم كله يعني. جميل. طيب حد ايهاب بيقول ان وزنه 120 كيلو وعنده دهون على القلب، وهو مش عارف يخس ازاي لانه عمل انظمه كتير، وكل مره النظام ما بيعرفش يكمل، يعني الاستمراريه عنده فيها مشكله. بصي يا شكوى دي كتيره قوي، موضوع ان انا عامل نظام وما بستمرش. انت حطيت نظام قاسي جدا، ما حدش هيقدر ان هو يستمر عليه فتره طويله. في ناس بتكمل يوم اتنين تلاته، بسمع من ناس كتير يقولوا احنا عملنا النظام الفلاني نص يوم او يوم ما بيقدرش ان هو يكمل، فمعنى نظام لا ده في ناس بتعمل شهر وشهرين وترجع تاني وفي وتخس تاني، في كل واحد على حسب الاراده بتاعته. فنظام يا جماعه مش نظام لفتره صغيره، مش لاسبوع ولا شهر، انا بعمل نظام فور لايف لحياتي كلها. موضوع امراض القلب موضوع خطير جدا، وبيبقى امراض صامته، يعني ممكن واحد يكون عنده كوليسترول مش عارف، ما بيبانش الا لما بالتحليل، ممكن يكون مش عارف الاعراض بتاعها، بيفاجئ بعد كده بمصيبه اكبر. فطالما انت وزنك زايد اعرف ان انت في مخاطر كتيره جدا. تمام. الفايبرز هتفيدك؟ اه هتفيدك، لانها اولا طبيعيه 100%، ما فيهاش اي نوع من انواع الكيميكالز نهائيا، ما فيهاش ذره كيماويات. انت بتاخد حاجه طبيعيه 100%. تمام. هتحللي مشكله ان انا دايما حاسس ان انا جعان، هتشبع. بتحللي مشكله ان انا في دهون ثلاثيه موجوده كتير في الدوره الدمويه، اه هتحللك، لانها بيحصل بين الفايبرز وبين الدهون اتحاد. بيتحدوا مع بعض وبتخرجها لك بره الجسم. تمام. فانت واخد كل الاستفاده اللي ممكن اي واحد عنده زياده في الوزن بيبقى محتاجها. تمام. معايا اتصال من وليد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا استاذ وليد، ازاي حضرتك؟ ازيك عامل ايه؟ انت كنت عايز تخس قد ايه بقى؟ انا كنت عاوز انزل اصلا 30 كيلو. عايز تنزل 30 كيلو، وزنك كام؟ كان 100 ونزلت 15. نزلت 15 في قد ايه؟ في شهر. معقوله؟ مع الاعشاب. لا وفي في في على فكره ما شاء الله. يعني انت جاي بتاخد الالياف دي بقالك شهر بس؟ اه اخدت شهر ونزلت فيها 15 مع الدايت طبعا. بس هي ساعدتك على انك ما تستمر يعني من شهر؟ بص الميزه فيها ان هي ساعدتني في ان انا ما بحسش بجوع. زي دايت يعني، كان ممكن اي دايت بحس بهبوط، بحس نفسيا ما ببقاش كويس. لا ده كنت طبيعي جدا. طب كويس قوي. طبيعي جدا، وكان عامل ان انا شبعان، مش حاسس ان انا جعان. ده كويس جدا. انت خدتها مرتين في اليوم؟ مرتين. بعد كان ساعتها كان شهر رمضان. كنت باخد بعد ساعه الفطار وساعه قبل وساعه السحور. طب وانت من شهر رمضان لغايه دلوقتي عملت ايه؟ انا من شهر رمضان انا نزلت، ما نزلت 15 في شهر رمضان. جيت بعد كده يعني وقفت الاعشاب وبقيت، فلقيت نفسي بعدها لغايه دلوقتي في الفتره دي كلها رديت يمكن 5 كيلو، وحاليا دلوقتي هبدا فيهم تاني، من يعني هبدا تاني وعشان برضه عاوز انزل 15. طيب جميل، ان شاء الله تنزلهم. شكرا ليك يا استاذ وليد. وده يخليني اسالك بقى، انك لما بتبطل الالياف هل بترجع وزنك ولا ايه اللي بيحصل؟ احنا طبعا اي حد في الدنيا كلها زي ما احنا قلنا انا باخد سعرات حراريه، فانا بطلت الفايبرز الالياف وخسيت خلاص الحمد لله. لو رجعت العادات الغذائيه القديمه وابتديت اكل اكلات دسمه، ابتديت ان انا اكل اكلات فيها سعرات حراريه عاليه، بالطبيعي ان انا وزني كمان هيزيد. اصل انا ما بدكش الفايبرز عشان تخس واقول لك انت معاك ضمان او انشورنس ان انت مش هتخن تاني. تمام. ده ما بيحصلش في الدنيا كلها اطلاقا. لو رجعت العادات الغذائيه القديمه هرجع مره تانيه وزني هيزيد. طيب جهاد بتقول انا لسه والده من 6 شهور، وزني زاد جدا بعد الحمل.
والولاده، هل ممكن اخد الالياف دلوقتي وانا برضع ولا هتبقى غلط على لبن البيبي؟ طيب احنا في الحاله ديت يعني الدكتور المتابع لحالتها بيبتدي يشوف الفايده ايه من انقاص الوزن. لو هي فعلا لازم تنزل وزنها تقدر تاخدي الفايبرز، هو منتج طبيعي 100% مفيش اي ضرر، في نفس الوقت مش هيخش كمان على كميه اللبن اللي رايحه للبيبي. بلس على كده الفايبرز هي نباتات وفاكهه ففيها كل الفيتامينز والمعادن اللي هيحتاجها جسمك وممكن كمان يحتاجها البيبي. تهاني بتحط زيت زيتون دايما في الاكل، بتسال لو خدت الالياف هل الالياف هتمتص زيت الزيتون كله من الاكل والجسم مش هيستفيد منه؟ هي سابت كل الاكل ومسكت في زيت الزيتون، هو ده اللي عمل لها. انا عايز اقول لك في ناس الشوام بيحطوا كميه زيت زيتون على بياكلوه بالخبز بالعيش يعني الحمص والزعتر وكده، زيت الزيتون ده بيدلقوه كده زي الميه يعني. صحيح، هو طبعا انت خدتي الفايبرز فالفايبر ملز معدتك فطبيعي المعده مش هيبقى فيها مجال ان انت تاكلي تاني. واذا كنت انت اكله قبل الفايبرز كده كده الاكل بيقعدوا يعني معدل الهضم بتاعه من ساعتين لثلاث ساعات ماكسيمم بيبقى الاكل كله اللي موجود في جسمك اتهضم. تمام. لو المعده فيها زيوت، لو المعده فيها زيوت ايا كان الزيت مش زيت زيتون بس، الفايبرز هتتحد معاه وهتمسك فيه تكلبشه وتخرجه بره الجسم. فوات ايفر كان الزيت يعني اللي انت موجوده في الاكل بتاعك. جميل. دكتور خالد عبد العزيز انا بشكر حضرتك وجودك معايا. دكتور خالد عبد العزيز ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله وعضو الجمعيه الكنديه لامراض السمنه، منورني يا دكتور دايما. شكرا ليكي. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم. We'll be right back.